كلام كثير كلام حب السر ورام وكل نحب الرجل يدام اكيد لازم اكيد بس في البيت بالطريق طبعا متابعين احنا قطعنا بالجيم وان شاء الله الرجعه هذه مستمره اليوم الدين ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله ان شاء الله كل ثلوث ان شاء الله على الطيبين عبد السلام يفارق الحياه كل ثلوث ان شاء الله على الطيبين يا انس وكل ربوع كل ربوع ان شاء الله جيم الساعة 8 تمام وطبعا مستمرين معاكم بنزل شرطات دائما وتابعونا واللي ما مو مفعل الاشعارات يضغط على زر الاشعارات ويخليها الكل اضغط والله ما بتاخذ منك حاجه كمان انت هي. ايش بتاخذ من الدنيا هي. اليوم متابعين عندنا تحدي التحدي خالد حدان هو قال كلكم ضدي والله ما تفوز علي ونشوف لانهم انا عندي فكر كروي لحالي هم ما عندنا فكر كروي عشان كذا طيب انا وعبد الرزاق وعباس حنلعب في فريق واحد النصر ضد الهلال اللي هو خالد يلعب الهلال نوريك ابوي نوريك انا متروفشت انا اوريهم شغله والله معك طش انا سلكو ليفت لو طشت معك ما في شانس فجر هذا الفيديو كان عجبكم متابعين ونبدا قبل الله يلا كانت من اول افوز عليكم نشوف من دحين اقول لك عبد الرزاق خالي حيبكي اليوم انا بكي اليوم المشكله صراحه فاجئوني والله مرنت والله قاطع فتره شيء مثالي حقيقه من ذا مترفشت مباراه كبيره سنتر النصر ليه كذا يعني انا وين بدي استجي يلا السلام الاحمر بسم الله الرحمن الرحيم وتحديدا في استاد الملك فهد حيث يتواجد بدل الفضه لا لا هذا عبد الرزاق بديهم يلا يلا روح عبد الرزاق بديهم فوق صاحب الزعامه يلا هنا النصر ياتي بعالميه في دربي يحمل من حس الفريق كله هجوم صار ايش الهرجه جيسوس خرخي جيسوس يؤدبكم تعديل خارج التوقعات ودائما ما تحبس الانفاس انتبه 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 لا عندي انا لا طير طير لورا لورا ابوي حتى الواحد قدام يلا يلا هذا هذا ما فلح في البرازيل اوتافيو لا جل جل حلو 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 روح سدد 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 جول جول ايوه البر ليه ترفشت ما عنده ذلك قول اسمه قول اسمه فين هذاك شوف سحب زي الحمار مفشت قلت مفشت طيب ما قال بشت يلا من لمسه عباس تركز من سكت هذا خالي من لمسه أليكس تيس تيريس تليس انت صار مو يلا ما تريسكا تذهب هنا شوف عبد الحميد خذ لك كرسي سيركي سافر والله غالي بيشتغل بنا اليوم حجزه حجزه ما ترفشت ايوه هين انا وقاريك الله انت فلاح يا كنا سنشاهد هدف رائع على الطاير محاولة جيدة على لازم نلعب نكون على قلب رجل واحد ها؟ مرور رائع بالكرة لا كذا لا عندي الحمد لله شكرا يا قايم شكرا لا مين ذا اللي قاعد يرفع كذا؟ كذا عباس ايش بك تخبص؟ متفق مع خالد متفق انت والله لسه ما شفته جاي ترى امهم داعي عليهم هذه غلطة عباس عباس هو يتفلسف قاعد ترى هذه من اول غلطتك لا خليه يقلب على بعض خارج انا قلت لك عباس والله شوف انت عباس دي فاكر عباس بدري يلعب على كيف الجيم الجاي انا الواحد اللي موزع علي والله امك دعايات لك انت اي واحد يقدم اليكس تيس وانتو 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 نقولها لحالك مع اني يقعد عصر والله يحصل على المسانده في هذه اللحظه يا عبد الرزاق يا عباس اضغطوا عليه اضغطوا عليه اضغطوا يلعبها في مكان جيل
ارفع طير. لا 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 طير. لا خلي خلص خلص رجل الجنة منتشر خالي مسوي روبن نيفيز والله ما اصبر اصبر ندافع مظبوط ندافع خلاص خلاص سويت ما احول ابوك ليش بخرب بخرب دوس كده الثاني خش خش على اي وضعك يلا 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 يستعيد اللقب في المناطق يلا هجمه كلنا معاك كلنا معاك ترى يا اناني يا اناني ايوه 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 يلا هديه بس هديه دائما ابو حنون على بزور حنون الحين حنخلي الغرفه دي سيول من الدموع خالي يا سلام يلا نستثمر الفرصه لي نستثمرها مظبوط ايوه نتاجر في خالي بعطاءه ان شاء الله لا ما حتجيب ما حتجيب سير ما ايوه والله كل شيء مبوش كل شيء مبوش عنده كوليبالي سعود عبد الحميد تمريره رائعه لا 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 ردوا حردوا نودي الفاشي سجل فيهم صدفة 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 ترى ماشي معه صدفة ترى شو مترفش يعني بقى الدفاع يترك على واحد شخص خلاص الدفاع يترك على واحد شخص مين يمسك الدفاع عباس تحسن واحد دفاع ولا مين انا مشكلتي ما اعرف ادافع بتروح انت هاي جاب لك قدر ثاني هذا كله ما عرف دافع بعد تدخل الفريق الاخر قدم على مالكم هو اول متر فيش ده ولا لا المرمى مجنون شوف الدفاع على المرمى فرصه مربع كلكم مربع كلنا ضغط مربع كلنا مربع هو بيننا زي العفريت فرصة تتجدد فانسا الطوال دول من متى لعبت الهلال طوال كانه فرح كانه تحتاج الى لاعبين بمهارات خاصة وفنيات عالية يلا اي روح كريستيانو رونالدو ارجعنا بيجرب ايوه 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 والله هذه فرصه اول مره يصعدون لا لسه عليه والله دخلت عليه التعادل يا لها المباراه وين السلام بدينا بدينا لا خالد بده يسب ويغلط ارتب على الطير السكر عنده نظام في قمه الاثاره الفريق يا 17 قلنا لك اليوم تشوف 17 على طول هذه المباراه يلا ها لا ها ولا هو الدفاع دفاع قدم قدم طلع امشي مرخبه يقول لك مرخبه هو ده لا انا حشمك ها مو هو ايوه بطل عباس والله بطل هذا مو فهمه انت يلا يكمل بطل عباس يلا ولد زعيم امك لا تبكي ترسل بشكل ممتاز هنا والله تسلوا ليه والله بيه اوه شوف رفع يا حبيبي سلم 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 الحكم متفق معاه ان شاء الله صح يا رب الصالحين بيتلهم انا هجوم دفاع ما له والله والله محكمكم تنبيه شوف يا حارس الهدف الان انظر الى الكره والله في صف تسلم خمسين مدافع وخمسين مدافع كلهم رفع يدهم حتى ريحه بطل النصراويه بس يحتجوا منهم هذه المتعه يلا من لمسه الهدف الرائع ساديو ماني يا سلام عباس فنان والله عرضيه متسرعه بعض الشيء بس لا لا يهجم لا يفرق لا يفرق اغضوا اغزوا 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 كسروا ايوه 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 تمام 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 المتر فيشكم زعلان كمان بايت قدموا زعلان مستمر الحصول على ضربه ركنيه في هذه اللحظات مربع طلع ناول فوق قدام يلا يلا لا كريستيانو ذا الحمار ويقطع الطريق الله يجنبه يا سلم يا دوسري
ها عندك قطع لا ها ولا ما كل واحد مع لاعب كل واحد مع لاعب كل واحد مع لاعب يا رب الحاجه لا تغلط سعود عبد الحميد شوف كيف الهلال ينطلق على طرف الملعب في هذه اللحظات روح 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 يلا يلا شو زين انت الان حاليا استغلال المساحات والبحث عن كره اجمالي يلا صح العب على المضمون العب على المضمون والله عشان الفرصه ما تفوت قريبه المشكله ما تحس بالقوه انك تقطع الكره صرنا عشان الواحد هو مركز هي دماغ واحد هذا دماغ يا سلام اي وش شدتوه شدتوه جرب فريق الهلال لا 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 من سهل دقيقه خير تكبت فرصه يا ولد الدين وعلى شفتين والله اقول لك احنا بنلعب مثلا عقول تختلف لما نقول لو احنا مركز اخوي وانت فكل الخمسه دي صدق ها كده صدق 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 ما شاف الاول فوق 8 اهداف دخلت بس شوط واحد لازم نركز نلعب بالفرنك نلعب بالفرنك جنب عبد الناول كل واحد يشوف لا يعني كل واحد يخش في الكوره اي صح خشوا بعض ان شاء الله بعد الجيم صفر الحكم الشوط الاول انت الشوط الثاني متابعين نتيجتها 5 لخالي و3 لنا كل واحد ملاعب يلا كل واحد انا بمسك دار بتروفيتش لا ورا كان يا سلام اكس يلا روح كرة بالجنب طف الله شوت شوت تاليسكا يفرنك فيه رينا اللوتي خلاص متروفيتش عندي سيبوا علي ايوه حاضر بطل حارس اول كره صدت ترى راح بلا متروفيتش من الكلام فاضي منطقه الجزاء ضغط عالي جدا في الامام لا يفرنك فيه يا ها يلا 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 يجب اتخاذ والله راحت علينا الكره فرصه ما يتعوض والله حرام الحين الله يعينه من بدايه نسيت الكره يروح اقطع الكره منه يلا يلا يا عيال يلا حبه 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 ناول البعض فوق السام تاكل مساحه بنت حبه حبه اهجم علي بالراس 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 اضربوه يا سلام ناول كريستيانو لعبه في ساعه تاخر تاخر ساعه مو متاخر بطيء ضغط مثلث خلاص مش فنان الحمد لله بدون اي مجهود نشاهد حاله وقوف في التسلل لا والله قد ايش عندك بي سي هذا مو البلاي ستيشن مو قاعد يعلق هذا البلاي ستيشن احسن اي والله احسن البلاي ستيشن بي سي خلاص صار قمام البي سي بس يعلق واحد مش علينا انا يلا حنا ولد حنا ولد فتش خش عليه خلاص عرفنا لعبة خالي والله عرفنا لك لا ليه برضه الصغار لعبة بزورة مو بقول لعبة بزورة طرف نفسي سافيتش والله حرام عليك كذا برضه حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة ليه تدي هناك الله يمتعك لا تصير كذا أحسن يصيبك والله في يده يا حسن بقي لنا هدف جيبه والله باقي لنا هدف لازم نركز الآن الحصول على ضربة ركنية مربع 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 كلنا مربع يا الله تصلحت فريقنا كله دفاع بطل حارس حيشوفينا حلو يلا عشر الزفتي الفريق الاخر يبعد الكره روح عبد الرزاق هارت هاريسك الله ينتقم منك يا شيخ خلف الدفاع لا مين ذا يا شيخ حرام عليك حرام عليك عبد الرزاق ايش الاستقبال ده بطل قرب غلط خلاص قرب عايد عندك ارجع ارجع لا تروح معاه لا تروح بيناولها يا شيخ مالك خلنا بيناولها ارجع مع اللاعب من يوم مرخبه شباب ضيع هجمتين وسجل فينا هدف خلاص وسلطان الغنام وصلت الى تاليسكا والله كافيك تاليسكا كريستيانو هاي مالك من تجينا بسرعه شوف عجيب والله عجيب 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 روح 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 روح
من اول الجيم كله انا وعبد الرحمن سوي شيء انت ما قاعد تسوي شيء بالصراحه بس انه في اللعب انا لا لا ده طرب خلينا خش قاعد دافع انا ترى قاعد دافع ها ضغط لكم الوجه انت ابويا قاعد دافع انا الحين اخش عليكم انا اخش انا اهجم الحين يلا خلاص اوريك وريكم قاعد دافع وقاعد تخوينك دافع ترى لو فرقة الدفاع يا ربي 90 هدف يجي فينا صح والله وين الدفاع؟ والله سحبتهم سحبوني عشان استفزوني والله عشان استفزوني والله طقطق طقطق سحبوا كلهم هنا على المرور على الانطلاق عباس امسك الدفاع انت انا عند الرزاق هجوم عباس من امسك هجوم لا تتدخل الوان تضغط مرة تضغط الوان لا تشارك عباس بالهجوم بس دفاع خليك في المنطقة الخلفية ودفاع ممتاز لا تعطوه مجال هذا المتر فيشت يا زفت اوفسايد شوف شو البلو دول شو الدلوخ ما في اوفسايد ابوي ما في اوفسايد في اللاعب شوف كيف خذل فتر طويل هرش ايش الهرش هذا يلعب لك كرة خلفية ايوه ناول كان ناولت يا حكم يا حكم شو كسر له ساقه الكورة الكورة يلا والله يا بار يا الله بعيدة مرة ايش من الرسالة ذي يا شيخ سعود بن حميد معاك يتمكن من قطع التمرير خش خش سحبه والله روح يا سعود فك سبرينتا هذا كله بالي يا ابوي ما انت شايف والله مقطمش ابوك يا ولد سيركي سافيتش خلاص ضربه شوف كم نفر كم نفر ابو عبد الرزاق اول مره في الجيم مبسوط السلام انت خليك والله تجيبوا لي عيش بيك نزلوا لي قنبله هنا نزل لك قنبله مو قنبله ترفعها كمان يا فضيحه هيا ابوي يلا خلاص جديد يا سلام على التمرير فكر كره ما فيها شوف انفضح الحين الثلاثه كلهم في الكره ما تلعب ببراعه فكر برستي تسع دقائق ويطلق حكم المباراة صفرة نهاية اللقاء علي البليهي كتمتهم ولا كلمة الدعم يصل لا من اللاعبين سالم يلعب على الخلف بعد عرضية ممتازة ما كلمة بدك ما يجيب عشرة ما يجيب عشرة ما يجيب عشرة يعني قصدك انفست الحين ها هذه هرجة قريبة كم ممكن ينفذها بهدوء يلا يلا عبد الله داول لا تستهدفك بالكوره انا قاعد اسحب طيب ايش بقول لك ياخذ الكوره يقول لي تسحب ناول عبد الرزاق انت عندك ذي الكوره ناول بنفسجي داول الاحمر احمر يا شيخ المباراه تقترب يا سالم يا دوسري جيب هدف والله ما تروفيش هواك فاضي فرصه للتسجيل احلى جول في العالم لو جاب 10 باذن الله الجيم ده يستمر الترند الاول وال 19 هدف جاب 9 يا واد 14 هدف جاب برأيي بأن المباراة حسمة لأن الفارق هدف كبير جداً وأعتقد من لمسة من لمسة المباراة اقتربت من النهاية ما في ولا واحد قدام ما في كم من لمسة من لمسة أخي جيسوس جس أبوهم جس مجسات قلبها النهاية انظر إلى اللقطة يستعيد الكرة سيركي سافيتش اللاعبين راحوا علينا الضغط العالي في استعادة الكرة روبن نيفيس إلى رينان لودي حتى لودي سألها يا أخي بسرعة سجل العاشر سيل ما سجل العاشر أهم شيء لا لسه كان ضربه تمريرة سيئة وفقدان يلا طيب سنة على طول قدم اللاعب يا الله والقرار سليم اي والله منحوس النصر قدامها لا بس اصقعهم والله تعال شيخ شيخ تحكيم 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 والله تحكيم في سبع اهداف على حسب الطلعه الهلال لا اله سبب توفيق الهلال هذا المشهود لا اله الا الله فرحان فرحان حاجة المفروض عارف شو يصير في المباراة دي خالد يجيب الأدوية حق الضغط والسكر كله فاشخين 20 هدف بس ما توفقنا ما والله ما توفقنا أنا عرفتها متابعين إنه فكر كرة وما في الثلاثة ذولي مخهم فارغ وفارغ كله بس بروست وكتير وصوصات والأشياء بارين فيك أبويا هنا مع عبد الرزاق هنا بالله خلوا أبوي يلعب لوحده معايا أنا أوري ايش هو؟ العب معايا قبله لا أنا تحددكم الثلاثة لحالكم خلاص فوزنا خلاص طب خلاص على الجيم الجاي انتوا عباس وعبد الرزاق ايوه خلاص خلاص ايوه حنهزم
انا فكر كره وينه فكر كره في الصلحه قصدك الصلحه والله خالو لعبنا راس براس دي تهزه مننا بس ما الفوز مبروك لخالي نشجع عنك عن كل شيء معك كمل يلا تكلم نقول مبروك لخالي والله الله يبارك فيك عايش ازول واحد جنبه هنا بسرعه عشان اقطع كمان ابغى ان شاء الله يعجبكم مقطعين متابعين اكيد حيعجبهم رزق ماي دلنا دلنا اول مره في حياتي فوز تحدي الاول يا متابعين هذا السبب هذا سبب الهزيمه هذا هذا انا فاشل هذا كل شويه يلا نركز يلا نركز وانجو وانجو والله عارف مين انك ابنا في المباراه دي بالفرنك حق تفجي لعبنا الكره من فوق كذا هذا مون هذا عبد الرزاق والله انت هذا عبد الرزاق هذا يسجل شراكم نفتح شو اسمه؟ اسمه تحليلي اكشن دوري نسميه مو اكشن دوري كشنا يا دوري تحجيب العيدي ان شاء الله عجبكم مقطع اليوم متابعين لا تنسوا كل يوم ثلاثاء عهد الطيبين الساعة 8 لا تنسوا الموعد ده الساعة 8 عهد الطيبين وكل يوم ربوع الساعة 8 حننزل جيم استمروا معنا متابعين وانشروا الفيديو ونحن نستمر معاكم ان شاء الله لايك حط لايك هودي يدك هذا ليه مش والله يدك ما توسخ ترى مع السلامة حط لايك باي الهلال